السلام عليكم دكتورة، صباح الخير. أهلين سارة، وش أخبارك؟ دكتورة بشري، كيف نتيجة العينة الثدي؟ دقيقة، ألو، هاي جاكي، كيف عبودي؟ عبودي نام كويس؟ خلاص أنتي سوي رضاعة وبعدين غيري ملابس، خلاص ما في كلام، أنا في العيادة الحين. ها بشري دكتورة، كيف نتيجة العينة؟ العينة طلع فيها خلايا سرطانية. ها؟ دكتورة تأكدي نتيجة العينة حقتي أنا ولا لا؟ إيوة حبيبتي، فيها خلايا سرطانية طلع، مو أنت اسمك سارة محمد؟ معليش يا سارة، قضاء وقدر، حسب الأجر، بعطيك تحويل عيادة الأورام عشان يعلمونك عن الخطة العلاجية. والله عندي مرضى كثير، معليش يا سارة. يلا يا نيرس، كول نيكست. يا الله.